مرة تانية مع حضراتكم لنقل مباراة القمة بين فريقي الكرة الطايرة، بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري الكرة الطايرة للرجال بصالة الدكتور حسن مصطفى ب 6 أكتوبر. والأهلي متقدم في الشوط الأول 25-17، وأدي على إيدك الشمال هيكون نادي الأهلي بزيه الأحمر، وعلى إيدك اليمين نادي الزمالك بزيه الأبيض، وبيحكم هذا اللقاء ناصر حمدي وبيعاونه حسام محمود. نفس التشكيل بالنادي الاهلي، عايزك اليسار محمد عادل 10، عبد الله عبد السلام 2، الايطالي لوجي 6، احمد صلاح 4، عبد الرحمن السعودي 5، والايطالي جارسيا الليبرو الفريق رقم 11. نادي الزمالك اعتقد نفس التشكيل، محمد المهدي 6، احمد فتحي 1، 22 محمد مصطفى لعبه، تركي كنسان اوجاي ومحمد المهدي واحمد عفيفي واحمد يوسف عفيفي رقم 11، ورقم 20 التركي زي ما احنا قلنا كنساي اوجاي. الارسال مع نادي الزمالك، ارسال من اعلى، ادي اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي في المقصوره بيشاهدوا هذا اللقاء، كابتن الوزير العامري فاروق نائب رئيس النادي كان موجود، اعضاء مجلس اداره الاهلي الدكتور محمد شوقي، المهندس محمد الضماطي، كابتن ناصر حمدي الحكم الاول، اعتقد بيظبطوا حاجه، في تغيير حصل، نزل الليبرو غارسيا وطلع عبد الرحمن سعودي. الارسال مع الزمالك، رضا هيكل استقبال النادي الاهلي، اعداد ومحاوله من احمد سعيد خلفيه، مره ثانيه زمالك وحائط صد من الاهلي، سعيد بيرفع وضرب خلفي من احمد صلاح وبيجيب النقطه الاولى احمد صلاح، 1 الاهلي لا شيء الزمالك. هو احمد صلاح طالع وضارب وبتيجي في حائط الصد، ونقطه للنادي الاهلي. عبد الله عبد السلام خارج الملعب يا عبد الله. 1-1 الشوط الثاني من مباراة الكرة الطايرة القمة السادسة هذا الموسم بين فريقي الأهلي والزمالك، مرتين أو 3 مرات في الدوري ومرتين في السوبر، في الجولة الثالثة 3-1 3-0، وفي الجولة الثالثة في الدور الثاني 3-1، وفي الترتيب 3-0، وكأس السوبر مرتين، مرة 3-0، والنهائي خدنا الاهلي خد السوبر 3-0. 2-1 2 الاهلي 1 الزمالك، والارسال مع الاهلي مع الزمالك، رقم 5 من الزمالك ياسين عبد الرحيم، ونقطة التعادل 2 الاهلي 2 الزمالك، ورايح لوجع على الارسال رقم 6، هيلعب ارسال من اعلى لوجي، اهو بيلعب ارسال قوي ولكن بيجي في الشبكه، لازم نخلي بالنا من الارسالات. الارسال مع الزمالك، 3 الزمالك 2 الاهلي، رقم 20 على الارسال، خارج الملعب محدش احسن من حد، الايطالي ضيع وهنا التركي ضيع. محمد عادل دول على الارسال رقم 10، لاعب سنتر بلوك اهو بيلعب ارسال قوي وتكتيكي وفني، محاوله مره تانيه ودفاع عن الملعب وبيعدي احمد سعيد يا ولد، مرة تانية ولعبها كده في المكان الفاضي لعبة،
ونقطة التقدم لنادي الزمالك، 4 الزمالك 3 الأهلي. ارسال مع نادي الزمالك رقم 6 محمد المهدي، ارسال من اعلى، استقبال من النادي الاهلي برجليه لوجي، بيلعبها قويه فعلا، مستقبلها عبد الله عبد السلام، ومحاوله مره تانية من لاعبي النادي الاهلي، وجات نقطه في اعتراض اهو، في اعتراض من لاعبي النادي الزمالك ان اللعيبه لابسوا الشبكه. عمل تشالنج او فيديو عشان يشوف الكوره، اهي هو اللعيبه بتتكلم يمكن عشان احمد صلاح. ولمس بعد ما خلصت الكورة. نقطة لنادي الزمالك والإرسال، وهذه ضربة صاعقة من أحمد صلاح، والنقطة 4-4 الأهلي 5 الزمالك. الإرسال مع النادي الأهلي، احمد صلاح الارسال، يلا يا ابو صلاح، من عائله صلاح في الكره الطايره من النادي الاهلي، اخوه محمد صلاح وياسر صلاح. ارسال من اعلى بالذراع الايسر، استقبال نادي الزمالك، ومحاوله مره تانية ودفاع عن الملعب عبد الله عبد السلام، وضربه صاعقه من احمد صلاح، بيلم لاعبي نادي الزمالك خارج الملعب، خارج الملعب، ونقطة التعادل للنادي الأهلي، 5 الأهلي 5 الزمالك. يلا يلا يا عبد الله، أحمد صلاح اللي عليه الإرسال، عبد الله كان بيقول له حاجة كده في ودنه، ارسال من احمد صلاح بالذراع الايسر، وذراع الايسر قوي، ونقطه ايس، بيجيب النقطه السادسه، ويتقدم النادي الاهلي 6 الاهلي 5 الزمالك. يلا يا ابو صلاح، كلاكيت ثالث مره، اهو ارسال من اعلى تاني، ارسال قوي وفي صد ومحاولة، ولكن جملة كده من نادي الزمالك ويجيب نقطة وستة ستة ويتعادل. محاولة مرة تانية اهو، ضربة ساحقة للأهلي بالذراع الايسر احمد صلاح، وبيجيب النقطه ومحاوله مره تانية عبد الله سلام، يا برافو، تشجيع اهو من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي الوزير عمرو فاروق، وبجواره الدكتور محمد شوقي والمهندس محمد الضماطي، ونقطه للنادي الاهلي والتقدم 7 الاهلي 6 للزمالك. احمد سعيد على الارسال، وبتيجي في الشبكة، ونقطة لنادي الزمالك 7-7. مباراة قوية طبعا، فاصلة لنهائي الدوري قطبي الكرة الطايرة في مصر، الأهلي والزمالك دائما يتقابلا في النهائي في الكاس والطايرة، وفي الكاس الطايرة، وفي نهائي الدوري، وفي السوبر، وهذه الكرة خارج الملعب، ونقطة للنادي الأهلي.
الارسال مع النادي الاهلي. عبد الرحمن سعودي بيلعب ارسال من اعلى، استقبال مره تانية اخي اداد خلفي، محاوله من النادي الاهلي تعديل الكره، تاتش بلوك، تاتش دفاع من لاعبي النادي الاهلي ونقطه التعادل. الارسال مع الزمالك، تمانية تمانية، الجيم ده ماشي نقطة نقطة. ضربة ساحقة من الإيطالي لوجي وبيجيب نقطة ونقطة التقدم، تسعة الأهلي تمانية الزمالك. الفتى الأسمر على الإرسال، عبد الله عبد السلام هيلعب إرسال قوي أهو، بيستعد. يلا يلا يا عبد، استقبال اعداد ومحاوله مره ثانيه وتيجي في ايد احمد صلاح وتبقى خارج الملعب ونقطه التعادل. نخلي بالنا من الاخطاء دي عشان هنفرق في السكور لو احنا خلينا بالنا من الحاجات الصغيره دي. ارسال مع نادي الزمالك، استقبال ارسال من اعلى خارج الملعب، خارج الملعب ونقطة للنادي الأهلي. يلا يلا نفرق بقى. الإرسال مع لوجي، إرسال من أعلى، استقبال إعداد ومحاولة من نادي الزمالك، ولكن لازم يبقى في سرعة رد الفعل. 10 10 التعادل، ورايح رقم 20 كنسان أوجاي التركي. على الإرسال خارج الملعب ملوش نصيب فيها، نقطة للنادي الأهلي. 11 الاهلي 10 الزمالك. على ارسال محمد عادل دوله، ارسال من اعلى، بيس نقطه نقطه 12 نقطه 12 يا جماعه، نقطه مباشره. كابتن مصلحي طبعا بيحمسهم ويشجعهم اهو في الملعب. دولا بيلعب ارسال تاني خارج الملعب عادي، مره تسيبه مره تخيب. معلش معلش معلش، زعلان كابتن ميدو ان الارسال ده ضاع. ارسال مع نادي الزمالك، 11 الزمالك 12 الاهلي. يلا يا يلا يا الله يلا، نقطة للنادي الأهلي، النقطة 13 من المحترف الإيطالي لوجيا، نقطة 13 أهو أهو طالع وضارب. أحمد صلاح على الإرسال رقم 4، أحمد صلاح استقبال من اعلى، اعداد مره ثانيه، ضربه ساحقه من لعبه ونقطه للزمالك. الارسال مع نادي الزمالك، رضا هيكر رقم 17، استقبال واعداد وضربة ساحقة في مرة تانية نادي الزمالك. كرة أحمد سعيد يا ولد يا ولد، بيضرب الكرة من ولا أحسن ولا أروع من كده مرة تانية أهو، ودفاع عن الملعب عبد الله عبد السلام، أحمد سعيد تاني ولكن خطأ على أحمد سعيد، الكرة جت في العصر الشبكة تبقى نقطة عليه.
معلش 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 نهدى. كابتن محمد مصلحي بيهديه يقول له اهدى شويه. ارسال مع نادي الزمالك رضا هيكل، ارسال من اعلى، استقبال جارسيا، وادي مره تانيه من عبد الرحمن سعودي، وضربه ساحقه يا ولد يا ولد، ضربه ساحقه من عبد الرحمن سعودي، وبيجيب النقطه 15. الارسال مع النادي الاهلي، احمد سعيد بيلعب ارسال مره تانيه، وضربه ساحقه وعائد صد، لكن نقطه التعادل لنادي الزمالك. يلا يلا هنعوض ان شاء الله. الارسال مع نادي الزمالك 22 لعبه، استقبال النادي الاهلي، ايس يا جماعه يا جماعه، نخلي بالنا خلي بالنا، اربعتاشر خمستاشر كده، خمستاشر 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 اربعتاشر، العكس، هو المسجل لما جه كان غير النتيجة. لعب على الإرسال، الزمالك 15 الأهلي 14، استقبال إعداد عبد الله، وحشة يا عبد الله، يلا 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 غيرها غيرها، 16 الزمالك 14 الأهلي، نعوض نعوض يلا. طلب الكابتن محمد مصير حميدو وقت مستقطع الفني ليه خاص بيه، اديته 30 ثانية وهو واقف معاهم، قول لهم نهدى شوية. ده الوقت المستقطع، نزل لعيبة الفريقين لأرض الملعب، الارسال مع نادي الزمالك، الحكم الثاني حسام محمود بيشاور لكابتن ناصر كله تمام، مراجعه الدوران، 16 الزمالك 14 النادي الاهلي، فارق نقطتين، ارسال من اعلى، استقبال النادي الاهلي، ومحاوله مره ثانيه للتعويض، ولوجي بيلعب مره ثانيه اهو، نقطه ثالثة فارقة، والنقطة 17 للنادي الزمالك. يا جماعة نخلي بالنا، احنا متقدمين شوط، عبد الله عبد السلام كابتن الفريق اهو بيهديهم، لهم نهدى، يعني على الارسال، استقبال اعداد عبد الله، احمد سعيد، ونقطة من لوجي رقم 6 الايطالي المحترف. اهو طالع وضارب من اعلى نقطة، 15 الاهلي 17 الزمالك، وادي عبد الرحمن سعودي وايس ايس، والنقطة 16 يا ولد يا ولد، 16 الاهلي 17 الزمالك، مرة تانية اهي، ارسال وقت مستقطع، طلب اكيد الكابتن احمد عاشور، ضيع نقطتين منه اهو،
ارسال مع النادي الاهلي، سعودي عليه ارسال، عبد الرحمن سعودي رقم 5. استقبال اداء وضعه محاولة ودفاع عن الملعب من احمد سعيد. معلش معلش، مرة تانية تعوض. ارسال الزمالك، استقبال اعداد عبد الله عبد السلام، ضربه ساحقه من احمد صلاح، والنقطه رقم 16. وعبد الله عبد السلام على ارسال 17 الاهلي، 18 الزمالك، فارق نقطه اهي اهي. عبد الله عبد السلام بيلعب ارسال قوي خارج الملعب، خارج الملعب يا عبد الله، خارج الملعب، فارق نقطتين تاني، رجعنا تاني. خمسة على الإرسال من نادي الزمالك، ياسين عبد الرحيم، إرسال من أعلى، استقبال جارسيا، إعداد عبد الله، أحمد صلاح، يا ولد يا ولد يا ولد يا أبو صلاح، يقول لهم ما هو كده. 18 الاهلي، 19 الزمالك، اهو طالع وضارب. بص الارسال مع النادي الاهلي، الايطالي المحترف لوجيا، في طلبه تشالنج او فيديو للكوره اللي عدت بتاعت الكابتن احمد صلاح، او التسديده او الشوط او الضربه الساحقه. بنشوف اهو الحكم بيشوف التشالنج او الفيديو. امام حضراتكم التصوير من فوق جميل جدا للصاله. ادي اهو بيكبر وبنشوف. ها جوه الملعب. اهي. ان كرة ان مش اوت. للضربة الساحقة للعبها احمد صلاح. 18 الاهلي، 19 الزمالك. الارسال مع النادي الاهلي، بيدوروا على الكورة. اهي الكورة جت. ارسال من اعلى، جيال الايطالي. هيلعب ارسال من اعلى اهو. يلعب ارسال قوي. استقبال، اعداد، مرة تانية. نقطة للنادي الزمالك، النقطة 20. نقطة 20. تغيير لنادي الزمالك، 11 داخل. احمد يوسف عفيفي مكان لوجيا اللي هو كنسان اوجاي رقم 20 التركي المحترف، عشان بيضيع الارسالات فهو نزل احمد عفيفي عشان يلعب الارسال. ارسال من اعلى، استقبال، يلا يا راجل يلا يا راجل، هات النقطه. وجاب نقطه 19 احمد سعيد شفيق حلال العقد. اهو اهو طالع وراكب الكوره وشاط وجاب النقطه 19.
الارسال مع محمد عادل دوله، يلا يا دوله مره تانيه، مره تانيه، واه محاوله مره تانيه من عبد الرحمن سعودي اهو، طالع حائط صد خارج خارج لا داخل الملعب، داخل الملعب، ونقطه لنادي الزمالك، النقطه 21 21 19 الارسال مع نادي الزمالك، محمد المهدي ارساله قوي، جت في الشبكه، ونقطه، نقطه، النقطه 20 للنادي الاهلي، يلا نقطه، فارق نقطه واحده، تغيير للنادي الاهلي، حسام يوسف معد الفريق داخل، وعبد الله عبد السلام خارج، هو عادل بره، وجارسيا اللي جوه مكان عادل، واحمد صلاح موجود وهيلعب الارسال، ونزل حسام يوسف معد الفريق، وادي ضربه ارسال قوي من احمد صلاح مره تانية، ومحاوله، يلا لوجيا يلحق الكوره وعدي، ومحاوله من الكوره فوق الشبكه مره تانية، نقطه لنادي الزمالك، النقطه 22 22 الزمالك، 20 الاهلي، فارق نقطتين، ارسال نادي الزمالك، ارسال من اعلى خارج الملعب، 21 يلا بقى، يلا 21 الاهلي، 22 الزمالك، احمد سعيد على الارسال، احمد سعيد ارسال من اعلى، استقبال اعداد نادي الزمالك، ومحاوله، ونقطه، حسام يوسف طالع حائط صد فردي، والنقطه 22، ونقطه التعادل، نقطه التعادل، يلا يا رجاله، يلا اهي، بص حسام يوسف طالع فردي ورجع الكره، نقطه، وقت مستقطع، طلبوا احمد عاشور طبعا عشان يكتسب حماس لاعبي النادي الاهلي، ويراجع اخطاء نادي الزمالك، ارسال مع النادي الاهلي، والتعادل 22 22، احمد سعيد ارسال قوي، اعداد ضربه ساحقه، ولكن حائط صد مشروخ من لاعبي النادي الاهلي، والنقطه 23 لنادي الزمالك، والاهلي 22، وتغيير 8 نازل الحسيني، عبد الرحمن الحسيني مكان احمد سعيد، الإرسال مع نادي الزمالك بعد انتهاء الوقت المستقطع اللي طلبه كابتن أحمد عاشور، والتقدم 23 الزمالك، 22 الأهلي، مباراة أو الشوط الثاني واضح إنه ماشي نقطة نقطة، والتقدم للنادي الأهلي في الشوط الأول 25-17، وده الشوط الثاني، مباراة القمة بين فريقي النادي الأهلي والزمالك في نهائي دوري الكرة الطايرة بيست أوف 3، بيتلعب بنظام 3 مباريات، لو الأهلي فاز مثلا النهاردة وفاز بكرة هيبقى خد الدوري، ثلاثة وعشرين ثلاثة وعشرين، والتعادل، الإرسال الأخير خارج الملعب من محمد لعبة،
الارسال مع النادي الاهلي السعودي بيلعب ارسال قوي. اعداد مره تانية نقطه لنادي الزمالك، حائط صد خارج الملعب والنقطه 24. في تغيير نادي الزمالك اهو، سبعه داخل اللي هو محمد عفيفي وخارج ارسال من اعلى محمد مجدي، استقبال حسام وضربه ساحقه ومحاوله مره تانيه نقطه، وفي دبل دبل من لاعبي الزمالك 24 24، والتعادل والتغيير مره تانيه لنادي الزمالك. عن ارسال حسام يوسف رقم 12، يلا يا حسام يلا ناخد نقطة بالإرسال ده إن شاء الله. استقبال إعداد ومحاولة مرة تانية، لا أنا خلي بالنا عفيفي خد نقطة، أحمد عفيفي. 25 الزمالك 24 الأهلي، نقطة حساسة جدا، يا هنا يا هنا. ارسال من اعلى، استقبال عداد حسام يوسف، يا ولد يا دولة يا دولة يا ولد. التعادل 25 25. تغيير تاني، ترى المين للاهلي ولا الزمالك المرة دي؟ للاهلي، الحسيني خرج. الارسال مع لوجيا الايطالي المحترف، هيلعب ارسال من اعلى اهو، لعب الارسال، ضاع الارسال ضاع الارسال، معلش تتعوض. 26 الزمالك 25 الاهلي، والارسال مع احمد عفيفي، ارسال من اعلى، استقبال مره ثانيه نقطة، وينتهي في اعتراض من لاعبي الفريق، ونقطة للأهلي والتعادل. التعادل 26 26، التعادل 26 26. الحكم مشاور خطأ شبكة على لاعب نادي الزمالك ناصر حمدي حكم الأول. اهي بص اهي، اداها تشالنج القرار النهائي. اهي اهي نقطة للأهلي، صح، شبكة شبكة على الزمالك، شبكة على الزمالك على لعبة. يبقى النتيجة 26 26. كابتن مصلح بيطلب بقى من اللعيبة تهدى، ونهدى شوية، عايز ياخد الشوطة طبعا، وعمل تغيير اهو، هينزل 15 أحمد قطب، احمد قطب مكان احمد صلاح، وهدى اللعب شويه. ارسال مع محمد عادل دوله، ارسال يلا يا دوله، ارسال من اعلى، استقبال اعداد مره تانيه، والزمالك بيلعب والاهلي عايز يجيب نقطه، ونقطه للزمالك. يا جماعه نخلي بالنا من الشوط، نخلي بالنا من جنب الملعب، تعوض. 27 الزمالك 26 الاهلي. ايه
معلش 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 يا دولة. علي إرسال مع الزمالك، محمد المهدي، هيلعب إرسال، خارج الملعب، خارج الملعب، خارج الملعب، ونقطة التعادل 27 27. يلا يا رجالة، لو كسرنا الإرسال وخدنا النقطة دي ناخد النقطة، ولو كده نبقى إن شاء الله ممكن. هيستقبل إعداد، محاولة مرة تانية، نقطة لنادي الزمالك. ثمانية وعشرين الزمالك، سبعة وعشرين الأهلي. الإرسال مع نادي الزمالك، ده هيكل، استقبال وإعداد، ضربة ساحقة مرة تانية، حسام يوسف، ضربة أحمد صلاح، أحمد سعيد سوري، مرة تانية أحمد صلاح، أوه العب يا أخي، معلش معلش معلش. انتهى الشوط لصالح لاعبي نادي الزمالك، 29 27 الشوط الثاني، والتعادل في الأشواط 1-1. ونروح لفاصل ونرجع لكم تاني بين للشوط الثالث ان شاء الله. قلنا لكم مرة تانية، مباراة الكرة الطايرة بين فريقي القمة بين الاهلي والزمالك، الشوط الثالث في صالة الدكتور حسن مصطفى ب6 اكتوبر. وهي على ايدك اليمين فريق النادي الاهلي بزيه الاحمر، وعلى ايدك اليسار فريق نادي الزمالك بزيه الابيض. والشوط الثالث، والشوط الاول 25-17 للنادي الاهلي، والشوط الثاني 29-27 لنادي الزمالك. على ايدك اليمين فريق النادي الاهلي، تشكيل الاهلي امام حضراتكم، عبد الله عبد السلام رقم 2 على الارسال، احمد صلاح رقم 4، جارسيا الليبرو الفريق رقم 11 بزي والازرق، 6 الايطالي لوجيا رقم 6، عبد الرحمن السعودي رقم 5، احمد صلاح رقم 4، محمد عادل دوله رقم 10، احمد سعيد شفيق رقم 18. نادي الزمالك على ايدك اليسار بزي والابيض وشورته الابيض، و احمد فتحي رقم 1، محمد المهدي رقم 6، ومحمد رضا رقم 10، محمد احمد يوسف ومحمد مجدي، رضا هيكل 17، محمد مجدي 15، 5 ياسين عبد الرحيم، وليبرو الفريق رضا، محمد رضا. ارسال عبد الله عبد السلام، واستقبال الزمالك، ومحاوله، و نقطة لنادي الزمالك. عايز فيديو كابتن محمد مصلعي على الكورة اللي فاتت دي. هي الفيديو اهو. أمام حضراتكم التشالنج لإعادة الكرة. بتاخد وقت طبعا، معلش طبعا، لسه طريقة جديدة لازم ناخد عليها. على الخط، ونقطة للنادي الأهلي، برافو، خبرة محمد مصلعي، خبرة مع محمد مصلعي
يعني بابا يعني هو استريح دلوقتي ان هو خد النقطة دي وتقدم النادي الاهلي. الاهلي واحد والزمالك لا شيء، ومرة تانية استقبال واعداد، ومرة تانية واحمد صلاح يا ولد اعداد مرة تانية وهتصدوا فيه. مفيش تغطية يا جماعة نغطي، ولكن الكرة سريعة أسرع، والتعادل واحد واحد وتاتش بلوك، والتعادل واحد واحد. أرسال نادي الزمالك رقم استقبال إعداد مرة تانية أهو ضربة ساحقة وخارج الملعب، ونقطة النادي الأهلي. الأهلي 2-1 الزمالك. إرسال الأهلي استقبال وإعداد ومحاولة ونقطة من لعبة محمد، لعبة بيجيب التعادل. اهو طالع وضارب، تعادل 2-2، والارسال مع الزمالك. عبد الله عبد السلام خارج الملعب، ونقطة للأهلي. ثلاثة الأهلي 2 الزمالك. محمد عادل دولة على الإرسال من أعلى، استقبال مرة تانية لعبة وبيشوط ومحاولة لدفاع، وبرافو دفاع عن الملعب. أهو أهو خارج الملعب دي، ونقطة للنادي الأهلي، نقطة للنادي الأهلي. 4-2 الزمالك. يلا يا رجالة، الارسال مع الاهلي. محمد عادل دولة يلعب ارسال قوي، استقبال لعبه طالع ضرب صاعد وخارج الملعب، ونقطه نقطه للزمالك. 3 الزمالك 4 الاهلي. محمد على الارسال اهدي، خارج الملعب خارج الملعب، ونقطة للنادي الأهلي. 5 الأهلي 3 الزمالك. عفوا، أحمد صلاح على الإرسال، يلعب إرسال من أعلى خارج الملعب يا أحمد، خارج الملعب. إرسال مع الزمالك أحمد يوسف، سبعتاشر رضا هيكل هيلعب إرسال من أعلى، جاء في الشبكة، نقطة للنادي الأهلي. 6 الأهلي 6 4 الزمالك. الارسال مع لوجيا رقم 6 الايطالي المحترف. 6 الاهلي 4 الزمالك. هيلعب ارسال من اعلى اهو، العب استقبال اعداد ولعبه طالع. الولد ده لازم نخلي بالنا منه، بيضرب جامد اهو طالع. بص اهو طالع وضارب وراكب، احمد صلاح ما لحقش الكوره. 5 الزمالك 6 الاهلي، ولعب راح الارسال. ارسال من اعلى، استقبال الاهلي. عبد الله اضرب يا عبد الله يا ولد،
جت في حائط الصد وخارج الملعب، ونقطة للنادي الأهلي. 7 الأهلي، 5 الزمالك. أهو عبد الإعادة، أهو عبد الله طالع وضارب، وأحمد سعيد طالع فوق وضارب وجت في حائط الصد وخارج الملعب. استقبال وإعداد مرة تانية، دفاع عن الملعب. أهو أحمد صلاح بيعد هناك في أحمد سعيد مركز 4 مرة تانية. حائط صد زوجي محمد عادل دوله وعبد الله عبد السلام كابتن الفريق، وبيجيب النقطة الثامنة. 8 الأهلي، 5 الزمالك. أهو إرسال من نادي الأهلي، عبد الرحمن سعودي. استقبال إعداد، محاولة مرة تانية من لعيب النادي الأهلي. أهو يعدي الكرة عبد الله عبد السلام، بيعد خلفي، ونقطة للنادي الزمالك. رضا هيكل بإعداد خلفي لأحمد فتحي. أهو بيعد من ياسر عبد الرحيم المعد البديل رقم 2 مع أحمد فتحي. إرسال مع نادي الزمالك، استقبال الأهلي، إعداد عبد الله عبد السلام، أحمد صلاح خارج الملعب. يعني إن هم في ناس بتقول إن وفي ناس بتقول أوت. هنشوف أهو تشالنج، تشالنج عملها، تشالنج فيديو. الحكم طبعا بيريح دماغه يلعبها فيديو عشان ما حدش يتكلم معاه. هنشوف اهي، يبقى في خطأ على لعيب الزمالك. شبكة اهي اهي، عفوا. هي الشبكة قبل ما الكرة نزلت. رسالة مع النادي الأهلي، عبد الله عبد السلام، والنقطة 9-6 للأهلي. وضربة صاعقة ومحاولة، ولكن حائط صد، كرة خارج الملعب. 7 الزمالك، 9 الأهلي. في لسه في اعتراض على كرة التشالنج اللي عدت، قرار الحكم. الإرسال مع نادي الزمالك، 7 الزمالك، 9 الأهلي. الإرسال من أعلى، استقبال النادي الأهلي، عبد الله عبد السلام، أحمد سعيد ما كانش متوقع إن هي جاية له. أحمد سعيد تاني، نقطة للنادي الأهلي، والنقطة 10. تاتش بلوك، في اعتراضات كده على التحكيم شوية. أهو بص، أحمد سعيد طالع وضارب وجت في لاعب وخرجت بره.
الارسال مع النادي الاهلي احمد سعيد، 10 الاهلي 7 الزمالك، ارسال استقبال وعيش مره تانيه ومحاوله بيجي في حائط الصد في الاهلي وبتبقى خارج الملعب، ونقطه النادي الزمالك 8 الزمالك 10 الاهلي. الارسال مع الزمالك احمد عفيفي، العب ارسال من اعلى استقبال اعداد عبد الله، ضربه صاعقه من لوجيا مره ثانيه محمد عادل دوله، اطلع وضرب ودفاع عن الملعب عبد الله مره ثانيه يا لوجيا، نقطه نقطه على 11 11 8، عايز يزيد الفارق عشان تبقى العمليه نفسيا احسن. شفنا كابتن مصلحي كان اتنطط لما جت النقطة اللي فاتت، 11 الأهلي 8 الزمالك، محمد عادل دول على إرسال استقبال ومرة تانية حاط الصد بتاعنا، كرة قوية وخرجت بره الملعب، 9 الزمالك 11 الأهلي، والإرسال مع الزمالك، تغيير أهو للنادي الأهلي أكيد. لا الزمالك محمد المهدي وداخل رشاد شيب رقم 9، رشاد شيب على الارسال استقبال نادي الاهلي اعداد عبد الله، ضرب روجيا وبيجيب النقطة 12، 12 الاهلي 9 الزمالك. يلا يا ابو صلاح على الارسال، ضربه ساحقه اهي جميله جدا تيجي في لاعب وتبقى خارج الملعب، والارسال احمد صلاح، احمد صلاح بيلعب ارسال قوي جدا ومحاوله لدفاع عن الملعب، ولكن التغطيه على حائط الصد يا جماعه لازم نخلي بالنا منها. عشرة الزمالك 12 الاهلي، على ارسال مع الزمالك رضا هيكل، استقبال الاهلي اعداد عبد الله، ضربه صاعقه قويه للجهه مره ثانيه يا ولد ليه كده، معلش تتعوض تعوض، 11 الزمالك 12 الاهلي، الارسال مع الزمالك رضا هيكل، استقبال اعداد ضربه صاعقه احمد صلاح ورجعت ملعب الاهلي والتعادل. يا جماعه نخلي بالنا، قلنا التغطيه على حائط الصد والتغطيه على الضارب لازم نخلي بالنا كويس. وقت مستقطع، سوري عبد الحليم عبو لاعب النادي الاهلي رقم 3 عنده اصابه كده في كتفه، الارسال مع الزمالك ارسال قوي استقبال الاهلي اعداد لعبد الله، لوجيا بيضرب، خلي بالنا بقى يا اولادي، الله اهو اهو ادي دي اللي بنقول عليها، ادي ده اللي احنا بنقول عليه، لكن معلش بعيده دي قوي، دي بعيده قوي. الزمالك يتقدم في هذا الشوط لأول مرة 13 والأهلي 12، في تغيير كده للأهلي اللي حضراتكم عليه،
خرج لوجيا رقم 6 ونزل 8 الحسيني عبد الرحمن الحسيني. ارسال من اعلى استقبال اعداد عبد الله. يلا يا حسيني يا ولد يا ولد يا حسيني. نقطة للنادي الأهلي، نقطة التعادل 13 13. يلا يا حسيني. عبد الرحمن الحسيني عائلة الحسيني أيضا. تغيير اهو، خرج عبد الله عبد السلام ودخل حسام يوسف وعد النادي الاهلي. تغييرات بيعملها الكابتن محمد مصالح حميدو. لعبه على الارسال استقبال ضربه ساحقه قويه عبد الرحمن سعود من مركز 3. اهو طالع وضارب من مركز 3 سريع وبيجيب النقطة 14 ويتعادل الأهلي 14 14. سعودي على الإرسال استقبال الزمالك إعداد ضربة محاولة مرة تانية من النادي الأهلي عايز يوسع الفارق وضربة ساحقة ولكن في دفاع زملكاوي اهو مرة تانية وحائط صد و اتعملت كده سهله. حائط الصد مره ثانيه والدفاع عن الملعب وادي ضربه ساحقه من خطا من حسام يوسف. خمستاشر الزمالك 14 الاهلي. استقبال ضربة ساحقة تيجي في لعب من الزمالك تبقى خارج الملعب ونقطة التعادل 15 15. أهو أهو طالع ضارب أحمد سعيد يا ولد يا ولد. جت في أحمد قض جت في رقم 15 اللي هو محمد مجدي وخرجت الملعب. إرسال حسام يوسف معد الفريق الاهلي. يا حسام يا حسام معلش تتعوض تتعوض. خمسة على الارسال من نادي الزمالك ياسر عبد ياسين عبد الرحيم. استقبال من حسيني اعداد احمد صلاح. أحمد صلاح يا معلم يا معلم خلي الشبكة تتكلم يا معلم. أحمد نقطة للنادي الأهلي والنقطة 16 والتعادل. الشوط ده ماشي نقطة نقطة برضو. أحمد سعيد بيلعب إرسال من أعلى ضربة ساحقة من رشاد شبلي بيجيب نقطة 17 اهو طالع. بص طالع ارسال من الزمالك استقبال الاهلي ضربة ساحقة قوية احمد صلاح يا ولد يا ولد. بطل احمد صلاح ده عالمي العالمي. 17 17 على الإرسال محمد عادل دولة. 17 الأهلي 17 الزمالك. يلا يا دولة إرسال إرسال تكتيكي كده وصعب شوية
محاولة مرة تانية، بيجي في تاتش بلوك ويطلع خارج الملعب، ونقطة 18 لنادي الزمالك. 18 الزمالك 17 الأهلي. رشاد شبل عن إرسال استقبال إعداد ضربة ساحقة يا ولد أحمد صلاح. نقطة، النقطة 18 والتعادل، وأحمد صلاح رايح على الإرسال. أحمد صلاح هيلعب إرسال لأعلى قوي جدا، لا تصد ولا ترد من عبد الرحمن سعودي يا ولد. نقطة 19 ويتقدم الأهلي 19 18 أهو. إرسال قوي أحمد صلاح، وكرة ترد إلى عبد الرحمن سعودي طالع وضارب من مركز ثلاثة، وبيجيب النقطة 19 ويتقدم النادي الأهلي 19 18. في وقت مستقطع طلبه كابتن أحمد عاشور أكيد عشان يوقف حماس لاعبي النادي الأهلي. إرسال من نادي الأهلي أمام حضراتكم. أحمد صلاح تاني يلعب إرسال استقبال، محاولة مرة تانية يا جماعة، دافع دافع كويس عشان ما نضيعش. 19 الزمالك 19 الأهلي. على الإرسال رضا هيكل استقبال نادي الاهلي اعداد احمد صلاح يا ولد. يلا 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 ندافع اهو اعداد الحسيني. نقطة 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 للنادي الاهلي. عشرين الاهلي 19 الزمالك. النقطة دي هتعمل لهم ارتباك شوية للاعبي نادي الزمالك. استقبال اعداد ومحاولة مرة تانية. تشالنج، عايز تشالنج المدير الفني. زي اول نقطة كانت في الكابتن محمد مصلحي بيسلم على لعبة معجب اكيد بيه وامكانياته. الفيديو هيورينا بقى اذا كانت للاهلي ولا للزمالك. حكام الفيديو هو قدامنا كابتن وليد، كابتن ايمن ذهبي، كابتن تغريد خطاب على الخط على الخط على الخط اهي. في اعتراض من لاعبي الاهلي ولاعبي الزمالك. Thank you.
2020 نقطة التعادل لنادي الزمالك. هنشوف بقى الوقت الحساس والنقاط الحساسة دي. لعب على الإرسال، يلعب إرسال من أعلى، استقبال النادي الأهلي، إعداد ومحاولة مرة تانية أهو. ضربة ساحقة يا أحمد سعيد يا ولد يا ولد. 21-20 ونقطة للنادي الأهلي، والإرسال مع النادي الأهلي. الإرسال مع عبد الرحمن سعودي، إرسال من أعلى، استقبال مرة تانية وحائط صد، وبيجي في حائط الصد وتبقى خارج الملعب. 21-21 إرسال نادي الزمالك، استقبال الاهلي، اعداد حسام يوسف، ضربه ساحقه قويه محمد عادل دوله مره تانيه اهو. حسام احمد سعيد خارج الملعب. نقطه التقدم للزمالك 22. الارسال مع الزمالك، محمد مجدي، وقت مستقطع طلبه كابتن النادي الاهلي او المدير الفني محمد مصلحي. انتهى الوقت المستقطع، وعلى ايدك اليمين النادي الاهلي، على ايدك اليسار نادي الزمالك، والارسال مع محمد مجدي لاعب الزمالك. تركب وحذر من لاعبين، لاعبي الفريق الاهلي والزمالك. محاولة مرة تانية، اعداد وحائط صد، والتعادل هو التقدم 23-21، فارق نقطتين. في تغيير هيعمله كابتن ميدو، استقبال، اعداد، محاولة مرة تانية وحائط صد، ونقطة تالتة. نقطة تالتة يا جماعة. 24-21 في كده. طبعا الكابتن مصلحي غير راضي عن أداء اللعيبة، واضح طبعا على وجهه. خارج الملعب، خارج الملعب. النقطة 22 الأهلي، 24 لسه هي نقطة، وينتهي هذا اللقاء إذا فاز. عايز تشالنج مدرب الزمالك. عشان الإرسال اللي فات ده شاك إن هو داخل الملعب. شوف مع حضراتكم الفيديو اهو. خارج الملعب، والنتيجة تقدم
الاهلي 22 والزمالك 24. الارسال مع النادي الاهلي حسام يوسف بيلعب ارسال من اعلى استقبال حاولت مره تانية من نادي الزمالك وبيعدي الكره حسام بضربه صاعقه من الحسيني وبيجيب نقطه الرقم 9 من النادي الاهلي من محمد عصران اهو طالع مركز 4 وضارب ثلاثة وعشرين أربعة وعشرين لفارق نقطة وخد وقت مستقطع أحمد عاشور تاني الإرسال مع نادي الزمالك مع النادي الأهلي سوري حسام يوسف حسام يوسف على الارسال استقبال نادي الزمالك اعداد مره ثانيه وحاول تغطيه على حائط الصد يلا 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 يا اولاد مره ثانيه هنتعادل يبقى في فرصه نقطه للنادي الاهلي ضارب خلفي من نادي الزمالك ونقطه التعادل نقطة التعادل 24 24 استقبال إعداد مرة تانية ومحاولة مرة ثالثة ونقطة لنادي الزمالك 25 24 ارسال من نادي الزمالك استقبال النادي الاهلي اعداد حسام يوسف احمد صلاح نقطه ثانيه والنقطه 26 24 وينتهي الشوط الثالث لصالح نادي الزمالك وراح ما بين الشوط الشوط الرابع مع حضراتكم مباراة القمة كرة الطايرة في نهائي دوري الكرة الطايرة الممتاز ألف بين الأهلي والزمالك بنظام البيست أوف 3 اللي هو هنلعب 3 ماتشات اللي يفوز بماتشين يبقى هو الفايز بالدوري ونهائي الدوري على إيدك اليمين في الشوط الرابع فريق نادي الزمالك بزي الابيض وعلى ايدك اليسار فريق النادي الاهلي بالزي الاحمر طبعا الزمالك متقدم 2-1 في الاشواط الشوط الاول كان الاهلي 25-17 الشوط الثاني للزمالك 29-27 الشوط الثالث كان 26-24 للزمالك الشوط الرابع ده لو الزمالك فاز هيبقى فاز بالمباراه ويبقى الاهلي يلعب هنلعب بكره ثاني برضه ولو الاهلي فاز هيبقى فيه تعادل 2-2 وهنلجا للشوط الخامس والحاسم. ان شاء الله يكون في لجوء للشوط الخامس والحاسم. على ايدك اليمين نفس التشكيل اعتقد اقول لحضراتكم تشكيل النادي الاهلي. لا هو في تغيير في التشكيل طبعا الشوط ده كابتن اكيد مصدحي عمل تشكيل او توليفه بقى يغير بيها الاداء شويه. احمد صلاح موجود عبد الله عبد السلام الحسيني محمد الحسيني 8 عبد الرحمن سعودي 5 وجارسيا
الليبرو رقم 7 سوري بتاع الاهلي محمد رمضان نزل اهو دافع بيه، لان جارسيا تقريبا كان مستواه غير مطمئن شويه. والارسال مع نادي الزمالك ارسال من اعلى استقبال اعداد، ادي ضربه صحيحه ومحاوله مره ثانيه ونقطه الاولى للنادي الاهلي. واحد الاهلي ناشئ الزمالك على الارسال محمد الحسيني، ارسال من اعلى واستقبال ومره ثانيه زمالك، محاوله ودفاع عن الملعب ومحمد رمضان ملحقش الكوره، والنقطه الاولى للنادي الزمالك، التعادل 1-1. الارسال مع الزمالك، ارسال من اعلى استقبال ولكن جت في الشبكه ونزلت ارض ملعب الاهلي، ونقطه لنادي الزمالك. نادي الزمالك ناشئ الاهلي، ارسال من اعلى تاني استقبال وحش كده، اعداد وضربه ساحقه من النادي الاهلي احمد صلاح، والنقطه التعادل 4-2-2. خارج الملعب ارسال يتعوض، النقطة الثالثة لنادي الزمالك، 3 الزمالك 2 الاهلي. ضربة ساحقة من محمد عادل دولة وبيجيب نقطة التعادل 3-3. اهو امام حضراتكم طالع وضارب، ارسال من اعلى وحش يا احمد، وحش احمد صلاح، ارسال ضايع، يبقى 4 الزمالك 3 الاهلي. ارسال من اعلى استقبال اعداد عبد الله، ضربه ساحقه تيجي في حائط الصد خارج ملعب الزمالك، ونقطه للاهلي 4-4. اهو طالع وضارب محمد رسلان تيجي في حائط الصد تبقى خارج الملعب، ونقطه للاهلي. على الارسال رسلان 9 محمد رسلان، محمد عصران سوري، محمد عصران، ومحاولة من محمد رمضان ليبرو الاهلي ولكن ملحقش الكرة. اهو امام حضراتكم طالع وضارب وايه جت في ايديه وملحقش يطلعها. ارسال نادي الزمالك وضايع برضه، محدش احسن من حد. الارسال مع محمد عادل دولة، يلا عادل يلا عادل يلا يا دولة، يلا عادل. ارسال من اعلى استقبال اعداد خلفي، واه ضربه ساحقه ومحاوله مره تانية، محمد رستان لعب الكوره ولف فعادل ما لحقش يجيب الكوره، هما الاثنين جريوا عشان يجيبوا الكوره. 6 الزمالك 5 الاهلي، عبد الله عبد السلام لهم نهدى يلعب، و
جت في الشبكه ونزلت ملعب النادي الاهلي، ملحقش حد من الاهلي يلحقها. لعبة على الإرسال، محمد لعبة إرسال من أعلى ويجي في الشبكة، ضايع إرسال ضايع ونقطة للأهلي، ستة الأهلي سبعة الزمالك. استقبال ومحاولة ونقطة للنادي الزمالك، نقطة ثمانية. استقبال من النادي الاهلي، اعداد عبد الله، ضربه ساحقه من عبد الرحمن الحسيني وبيجيب نقطه، النقطه السبعه، سبعه الاهلي ثمانيه الزمالك. استقبال ماشيه وكوره من نادي الزمالك والنقطه التاسعه. إرسال مع نادي الزمالك خمسة، ياسر عبد ياسين عبد الرحيم معد الفريق. يلا بلا هلا رجالة. استقبال إعداد عبد الله خارج الملعب ونقطة للأهلي، النقطة السابعة. التعادل 8-8. ثمانية ثمانية من إرسال من أعلى، استقبال، محاولة مرة تانية، عبد الله ارفع ضربة ساحقة من أحمد صلاح وبيجيب النقطة التاسعة، بيفرق النادي الأهلي نقطة. ماشي، النتيجة 9-9 يا جماعة، في خطأ بس في ال محاولة من النادي الأهلي أهو، عايز يتقدم مرة تانية، نقطة نقطة ليه ضايعة، نقطة للزمالك. 10-9، 10 الزمالك، 9 الأهلي. الإرسال مع أحمد عفيفي، استقبال رضا وضربه ساحقه وحائط صد خارج الملعب ونقطه التعادل 10-10. رحت رياضيه كويسه بين اللعيبه بعد الكوره دي، بص طلعوا رجعوا سلموا على بعض اهو، في الاعاده ما جابهاش. احمد صلاح وارسال قوي ونقطة من عبد الله عبد السلام ونقطة التقدم 11-10. عبد الله الفتى الاسمر. كمل كمل. محمد صلاح الارسال. إرسال من أعلى أهو، إرسال قوي، استقبال مرة تانية تيجي شفنا الروح، الروح الرياضية بين اللعيبة وهو، وطلع بص طلع مع
عادل دوله زق عادل تقريبا زقه بغصب عنه، وعبد الله وهو بيلف زقه فجاه على الشبكه فتقريبا جت في ركبته. خير ان شاء الله. عبد الله هو موجود في ارض الملعب، وارسال من نادي الزمالك، استقبال مره ثانيه عادل دوله يا ولد، نقطه للنادي الاهلي، كره كده دبل، و12 الاهلي 11 الزمالك. عصران على الارسال، محمد عصران لعب ارسال قوي، وارسال قوي فعلا، ومحاوله مره ثانيه، هوب لا ما نمسكش الشبكه كده، ما نمسكش الشبكه عشان الحكم ما يديش انذار. 12 12 الارسال مع نادي الزمالك، 12 12 ضربة ساحقة، محاولة مرة تانية، أهو ضربة ساحقة من عصران، وأدي طالع ونقطة لنادي الزمالك، نقطة 13 الزمالك 12 الأهلي. خلي بالنا بقى واحنا في الإعادة كده، الزمالك بيسابق طبعا الأهلي، عايز ياخد هذا الشوط عشان يبقى متعادل. ضربه ساحقه قويه، محاوله من النادي الاهلي من الحسيني عبد الرحمن الحسيني، ونقطه للنادي الاهلي، نقطه التعادل 13 13. اهو طالع وضارب وجايه في حائط الصد وخرجت بره الملعب. محمد عادل دول على الارسال، ارسال من اعلى، ضربه ساحقه ومحاوله مره ثانيه، ونقطه للزمالك، نقطه التقدم للزمالك 14 الزمالك 13 الاهلي. لعبه على الارسال، محمد لعبه، محمد مصطفى لعبة، ضربة ساحقة من نادي الأهلي، ولكن حائط الصد من نادي الزمالك، والنقطة الثانية الفارقة 15 الزمالك 13 الأهلي. نلعب نلعب تايم اوت للنادي الاهلي او وقت مستقطع، طلبه محمد كابتن محمد مصلح ميدو. امام حضراتكم النادي الاهلي دايما بينزل الاول بعد انتهاء الوقت المستقطع، هو واقف في ارض الملعب، نزل لعيبه الزمالك، ارسال مع نادي الزمالك، لعبه على الارسال 15 الزمالك 13 الاهلي. ارسال من اعلى، استقبال، اعداد مره ثانيه، ومحاوله، ضربه ساحقه من لعيبه الاهلي خارج الملعب، والنقطه 16 16 الاهلي 13 16 الزمالك 13 الاهلي، فرق 3 نقاط،
عبد الله عبد السلام طبعا كابتن الفريق بيبص للنتيجه بيهدي اللعيبه. ارسال من لعبه. ارسال قوي جدا فعلا. احمد صلاح بيدافع يعدي الكوره الحسيني مره ثانيه ومحاوله ونقطه لنادي الزمالك. نقطه لنادي الزمالك. 14 17 الزمالك 13 الاهلي. وقت مستقطع تاني طلبه ميدو تاني. عشان يهدي لعيبته طبعا ويمتص حماس لعيبة الزمالك. لعبه على ارسال محمد لعبه محمد مصطفى لعبه ارسال من اعلى استقبال الاهلي عيدان عبد الله ضربه صاعقه قويه. نقطه رقم 14 اهو طالع سعودي اهو اهو وضارب من اعلى نقطه. عبد الله عبد السلام على ارسال خارج الملعب. يا عبد الله انت مش في الفورمه يا عبد الله. 18 الزمالك 14 الاهلي 4 نقاط فارق. استقبال نادي الاهلي عبد الله ضربه ساحقه ونقطه للنادي الاهلي. الحسيني عليه ارسال محمد عبد الرحمن الحسيني بيلعب ارسال قوي خارج الملعب. يا عبد الرحمن خارج الملعب. والنقطة 19 19 الاهلي 15 19 الزمالك 15 الاهلي. الارسال من اعلى من ياسين عبد الرحيم واعداد وضربة ساحقة لأحمد صلاح معدة من الثنائي عبد الله عبد السلام وأحمد صلاح. أهي بص جت لعبد الله عندها خلفي وطلع أحمد صلاح بذراعه الأيسر وجاب النقطة 16. تغيير كده محمد عادل دولة. ارسال من اعلى سعودي استقبال اداه ضربه صاعقه قويه ومحاوله. نزل مكانه محمد عبد المحسن مكان محمد عادل دوله. والنقطه نقطه 17 وقلل الفارق الى نقطتين. يلا يا رجاله وقت مستقطع خده طبعا كابتن احمد عاشور مدير فني نادي الزمالك. اهو محمد عبد المحسن اهو بيسخن نفسه عشان لسه نازل. عبد الرحمن سعود على الارسال. ارسال من اعلى استقبال اعداد مره ثانيه
نادي الزمالك، الاهلي، اعداد، ضربه صاعقه خلفيه من الحسيني ونقطه، نقطه 18 وتقلص الفارق الى نقطه واحده 18. وفي انذار اعتقد لحد من لاعيبه الاهلي اللي هو الكارت الاصفر ده كلفت نظر يعني. السعودي عبد الرحمن سعودي عليه السلام رقم 5 يلعب السلام الاعلى، استقبال اعداد، ضربه صاعقه تغطيه واعداد مره ثانيه النادي الاهلي، ضربه صاعقه قويه ونقطه التعادل من عصران محمد، عصران محمد عصران بيتعادل للنادي الاهلي بعد ما كان في فارق 4 نقاط. تسعتاشر عبد الرحمن سعودي على الارسال، استقبال اعداد ومحاوله من نادي الزمالك والنادي الاهلي، اعداد خلفي ومحاوله مره ثانيه عبد الله عبد السلام وضربه صاعقه من محمد عصران ويجيب نقطه التقدم 20-19. محمد عصران رقم 9 هو طالع جاب النقطة 20. في هنا فيديو اهو الكرة اللي عدت دي، اهي الكرة اهي الحكم هياخد القرار اهو امام حضراتكم. حسم النقطة لنادي الزمالك في طبعا اعتراض من لاعيب النادي الاهلي على القرار، في انذار من الحكم للمدرب الاهلي
نقطة اتحسبت للنادي الزمالك في ضربة صاعقة الأخيرة لمحمد عصران، 20 الزمالك 19 الأهلي. ومحاولة مرة تانية أهي، محاولة مرة تانية في دفاع الملعب، ونقطة النادي الزمالك 21 والأهلي 19. الإرسال مع الزمالك 11 أحمد يوسف، أحمد يوسف عفيفي أهو، وأدي النادي الأهلي، ونقطة دبل، كرة دبل على النادي الأهلي. اثنين وعشرين الزمالك 19 الأهلي، في طبعا نرفزة في الملعب، استقبال من النادي الأهلي، إعداد عبد الله مرة تانية، ومحاولة حائط صد وتغطية على حائط الصد، عبد الله عبد السلام بيضرب محمد رسلان مرة تانية، ولعبة يضرب الكورة، ونقطة لنادي الزمالك، نقطة 23. الارسال مع الزمالك احمد عفيفي يوسف اهو، استقبال من اعلى، استقبال وضربه صاعقه من محمد عبد المحسن مره ثانيه، وتيجي في عبد الله ودفاع عن الملعب واعداد احمد صلاح مره ثانيه، وفي تغطيه، ولكن نقطه لنادي الزمالك، النقطه 24. سوء حظ، سوء توفيق، معلش في الكرة دي، نقطة الشوط ونقطة المباراة 24 الزمالك 19 الأهلي. يلا نلعب، استقبال إعداد عبد الله وضربة، ونقطة للنادي الأهلي، نقطة 20. 20 الأهلي 24، هيغير عبد الله، عبد السلام هيخرج ويخش حسام يوسف. وقت مستقطع طلبه كابتن ميدو. عشرين الأهلي 24 الزمالك، أحمد صلاح على الإرسال رقم 4، إرسال من أعلى، كان في لقاء قبل ده ما بين طلائع الجيش في سموحة، وخلص 3-2 طلائع الجيش لتحديد المركز الثالث والرابع. وادي الزمالك وضربه صاعقه ومحاوله مره ثانيه من الاهلي، بيعدي الكوره رسلان والحسيني مره ثانيه، ومحاوله خارج الملعب، والنقطه 21 للاهلي 24 الزمالك. احمد صلاح على الارسال، يا سلام لو ناخد نقطه كمان، نقطتين ارسال، استقبال، اعداد، ومحاوله، ندافع عن الملعب ونعدي الكوره، يلا يا رسلان، نقطه للاهلي، النقطه 22 22 24، نقطتين بقى ويبقى التعادل كده. ارسال من اعلى، استقبال نادي الزمالك، اعداد مره ثانيه، ضربه صاعقه ومحاوله، والنقطه الاخيره للمباراه
25 لنادي الزمالك في الشوط الخامس 22، ويفوز نادي الزمالك 3-1. الشوط الاول 25-17 للاهلي، والشوط الثاني 29-27 للزمالك، الشوط الثالث 26-24 للزمالك، الشوط الثالث 25-23. وده المباراة الأولى في بيست أوف 3، ولسه إن شاء الله بكرة في مباراة تانية الساعة 9 الساعة 11 المباراة التانية، وربنا يوفق إن شاء الله وحظ سعيد، ويعني نشوف المباراة بكرة بإذن الله. يعني الأهلي يفوز بكرة يبقى التعادل، يبقى نلعب يوم الاثنين المباراة الفاصلة بين الأهلي والزمالك. تحياتي ومحدثكم دكتور مروان صالح، وإلى